لكن خليني أبدأ بالبداية مع حضراتكم بطاقة إيجابية وبأبرز حاجة حصلت النهاردة. والنهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة شهد وقائع الندوة التثقيفية 29 اللي نظمتها إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، وكانت تحت عنوان أكتوبر تواصل الأجيال، واللي قدمت طبعا فيها نماذج لبعض الملاحم والبطولات اللي حفلت بيها معارك الاستنزاف ونصر أكتوبر المجيد، وكمان الجهود الحالية في القضاء على الإرهاب بشمال ووسط سيناء، واللي بتأتي تزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 45 لانتصارات أكتوبر المجيدة. النهاردة قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه عاصر هزيمة 67، وأن هو كان بيتذكر كل التفاصيل وكل ما كتب في هذه الفترة عن تلك الهزيمة اللي عاشها في هذا الوقت رغم أن كان سنه صغير في هذه الفترة. قال كمان الرئيس إحنا عايشين دلوقتي معركة ليها مرارة، لكن الفرق بينها وبين المعركة الأولى أن 67 كانت معركة واضحة وعارفين الخصم والعدو كان واضح. شدد كمان الرئيس على أن نكسة 67 لم تفقد مصر الإرادة بتاعتها، وتم إعادة بناء الجيش مرة تانية، وده طبعا كان في إطار الإمكانيات والظروف اللي كانت متاحة، وأن وقتها المعادلة الدولية كانت مختلفة عن الوقت اللي احنا فيه دلوقتي، وكان الحصول على أسلحة من معسكرين فقط. الرئيس كمان قال أن نتائج حرب أكتوبر معجزة بكل المقاييس والمعايير والحسابات، ورغم كل التحديات وشبح الهزيمة استطاع الجيش المصري الصمود والقتال وإلحاق أكبر هزيمة للعدو. أضاف كمان الرئيس أن الخسائر الضخمة اللي تكبدها العدو أحد أهم الأسباب اللي دفعت إسرائيل لقبول السلام، وشدد كمان على أن الوعي المنقوص والمزيف هو العدو الحقيقي، وأكد أن الجزء الأكبر من التحدي هو بناء الوعي. خلينا نتابع مع حضراتكم جزء من كلمة الرئيس ونرجع نعقب عليها مرة تانية. اتفضلوا. لأن المعركة ما انتهتش. المعركة ما انتهتش. المعركة ما زالت موجودة بمفردات مختلفة. كان الأول العدو واضح والخصم واضح. دلوقتي لا. دلوقتي بقى مش واضح. بقى معانا وجوانا. واستطاعوا بالفكر. استطاعوا بالفكر ان هم ينشئوا عدو جوانا يعيش بقتلنا، يعيش بقتلنا ويتبني بهدمنا. وبعدين جزء كبير من التحدي هو بناء وعينا، بناء وعينا اللي انا بعتبره هو العدو الحقيقي، الوعي المنقوص او الوعي المزيف اللي كتير بيحتاج مننا، مش بس على مستوى النخب او المفكرين والمثقفين والاعلاميين، على حتى على مستوى ناس اكبر من كده، ان هم اذا كانوا مهتمين بحفظ البلد دي وحمايتها ان هم يدركوا الصوره الكليه للواقع اللي احنا فيه. احنا بنسمع كلام كتير مترتب، وانا قلت الكلام ده قبل كده، مترتب قوي، لكن لما نيجي نتكلم في تنفيذ نلاقي المواضيع بعيدة خالص عن الكلام المترتب. وياما سمعت كلام مترتب في واقعنا ومستقبلنا. هقول لكم كلمة أنا دايما أقول، 2011 هو علاج خاطئ لتشخيص خاطئ، علاج خاطئ لتشخيص خاطئ. قدموا للناس صورة على ان الامور بتتغير كده، نغير ده ونجيب ده خلاص العصاية السحرية موجودة هتحل المسائل. ابدا. والله انا اكثر، يعني انا صادق بصفة عامة، لكن انا اكثر مرة اتعامل معكم واتحدث معكم بكل الصدق اللي انا بعتقده، لان الصدق ده يعلمه ربنا برضو، وممكن اكون فاهم غلط، لكن أنا من 60 سنة أو أكتر أو أقل شوية، 55 سنة، وأنا متابع مصر حتة حتة في كل تفاصيلها،
في كل ظروفها، في كل اسباب تعثرنا، عشان ابقى وانا بتكلم وانا بجابه الواقع ده عندي الاراده للقرار اللي انا اخده عشان ما اخدش مصر واوديها ادخلها في الحيط زي ما بيقولوا كده. اللي انا عايز اقوله باختصار شديد ان المعركه ما انتهتش. معركه الامس كان ليها شكل وكان عدوها واضح، دلوقتي المعركه ما بقتش كده، بقى العدو جوانا، وبقت في ادواتها اختلفت كتير، والثمن اللي بندفعه يعني احنا في 67 ل 73 ست سبع سنين قتال، احنا النهارده داخلين في السنه السادسه تقريبا، صحيح ان حققنا نجاح كتير وتقدم كبير بالنسبه للمعركه ديت، لكن المعركه الاكبر منها يا ترى احنا الصوره الكليه بتاعت الواقع اللي موجود في مصر بتتطور بتطورات الواقع اللي احنا او بالتطورات اللي بتحدث فيه، ولا احنا انشغلنا عن ده وما بقاش جرعات الوعي اللي كانت بتتم في الجيش على سبيل المثال في الشهور والسنين اللي فاتت بعد 2011، اللي كان في لقاءات مستمرة من نخب ومفكرين ومثقفين ومن القادة، وهدفهم كله ان هم يحشدوا الفهم للواقع اللي احنا موجودين فيه. يا ترى احنا مستمرين في ده ولا احنا اطمننا خلاص، سواء كنا في القوات المسلحة او الداخلية او حتى في الجامعات، يا ترى احنا مستمرين على ده ولا خلاص قلنا الامور هديت والمعركة خلصت؟ لا، المعركة الامور ما هديتش والمعركة ما خلصتش. وانا مش بقول الكلام ده بستدعي يعني تخوفكم، لا، انا بس بقول كده لان انا كانسان منكم طلع يتكلم عن الواقع، انا كنت هقول الكلام ده حتى لو انا مش في المكان ده، كنت هقول لكم خلي بالكم ان احنا محتاجين دايما الصوره الكليه والوعي الحقيقي لما نحن فيه يكون متصاغ جوه عقول ونفوس المصريين الاسوياء. اللي مش سوي ده ملوش حل، مش هنقدر يعني قلت له حقيقه ما قلتلوش حقيقه هو مش هيتغير. فانا بتكلم على الكتله الصلبه من المصريين،